ربما لم يشهد التاريخ لها مثيل. الآن نحن يعني نرى بدءا من أمريكا اللاتينية مرورا بأوروبا ومعركة أوكرانيا الطائرة التي أسقطت فوق أوكرانيا الماليزية، كل ذلك ربما يشكل حلقات في نفس المسلسل وليس بعيدا. يعني لما جرى في غزة لا أعتقد أنه بعيد عما جرى في أوكرانيا في ظل هذا الصراع الاستراتيجي لرسم خرائط العالم، وهذا ربما سيمتد فيما بعد على مستوى أكثر من صعيد اقتصادي واستراتيجي، بدءا من الأمم المتحدة التي نعرفها والتي لم تعد كالجامعة العربية مؤسسات بالية لا تطعم ولا تغني من جوع، ولكن أيضا مؤسساتها الاقتصادية كالبنك الدولي والصندوق النقد الدولي بعد أن فشلت في أن تملي إيراداتها على أو فشلت في إملاء إيراداتها على الخريطة الجنوبية من العالم. إذا معناته نحن الآن يعني ننتظر أن الخريطة القادمة ستكون خريطة أخرى مختلفة تماما، لابد لنا من أن نرسم معالمها وأن نكون شريكا فيها وليس ناظرا لما قد تؤول إليه، وخاصة أقصد هنا على الصعيد الإعلامي. نحن كنا دائما في أمامنا عجز مزمن في موضوع الإعلام في كيفية تسويق قضيتنا العادلة على سبيل المثال، موضوع المرأة، موضوع الديمقراطية، العلاقات الاجتماعية التي يجب أن ترافق العملية النضالية الثورية. هذا صحيح، نحن في الواقع لا نخوض معركة واحدة، وإن كانت المعركة عنوانها الأساسي هي معركة ضد الهيمنة وضد التخلف وضد الظلم وضد الظلام. نحن نخوض معركة لها 1000 عنوان، تبدأ من عملية